الموسم ده الزمالك اكثر الانديه استفاده من ضربات الجزاء، وانا بقول ارقام. كم ضربه الزمالك اتحسب له هذا الموسم حتى الان؟ 10 ضربات جزاء. 10 استاذ ابراهيم؟ لا لا، اتحسب له هذا الموسم 10 ضربات. لا اكتر طبعا. الاهلي اتحسب له 4. الاهلي في المركز العاشر باربع ضربات جزاء. الاعداد يقول لنا اتحسب له كم ضربه جزاء؟ ما هو الاعداد اللي بيوفيني بالاحصاء. لا الاعداد انا عندي معلومات تانية، انه الزمالك الموسم ده اكتر من 10. طيب هنراجعها فيها. عموما ضربه جزاء الاهلي، عشان نبقى برضو في الموضوعيه، كابتن جمال الغندور رايه القاطع فيها انه ما فيهاش اي شيء، وانه ياسر ابراهيم مدافع الاهلي ثبت ايديه وراه ولم يستفد منه. كابتن احمد الشناوي عشان بنستعين برايه كتير، رايه انه فيها ضربه جزاء. كابتن سمير عثمان واكتر من حد من خبراء التحكيم رايه لا ما فيهاش ضربه جزاء. فكان في ثلاث اراء قصاد راي الكابتن الشناوي، كل الاراء تحترم، لكن اللي انا اقصده مفيش في التعديلات زي ما اكد الكابتن جمال الغندور انه مجرد اللمس ضربه جزاء، هو مجرد اللمس للاعب المهاجم. لو لمست الكرة ايده وهو في منطقه جزاء الخصم هتحسب هاند بول عليه، لانه هيبقى استفاد بشكل غير شرعي، مش تتحسب ضربه جزاء. هو في تفسير عكس للتعديل بحسب ما اكده احد الحكام القدامى. انت يعني عمار حمدي اهو رايح يجيب جول، لو لمست ايده هو تتحسب، لو لمست ايده متعمد غير متعمد هاند بول عليه، انما مش الفريق صاحب المنطقه، مش المدافع هنا. عارف ليه؟ اه لان المهاجم هنا فعل والمدافع رد فعل. يعني المهاجم هنا هو اللي بيشوط، هو اللي بيواجه الكوره. ايوه، فممكن يوجهها بعمد، لكن المدافع اللي واقع على الارض هيروح فين؟ ده انت بينك وبين الارض ورشوت فيا، طب انا هعمل ايه؟ الحكام، الزمالك طلب الاستعانه بحكم اجنبي، وطلع رئيس نادي الزمالك حدد ثلاث اربع دول ومش هقبل الا حكم منهم، انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا تقريبا، وفي وقت متاخر قوي اضيفت البرتغال، وممكن اقبل من البرتغال. لما عرف ان الحكم البرتغال ولا ايه؟ ما اعرفش. امال اشمعنى البرتغال يعني؟ ما اعرفش. وهنا عايزين نقول حاجه يا جماعه، انا كنت سالت الكابتن سمير عثمان قبل كده على التليفون، هو فلوس استخدام حكم اجنبي تفرق من طاقم عالي المستوى او دوله كبيره ولا دوله صغيره؟ فقال لي لا، هي واحده، اذا كانت تقريبا 20 او 25 الف دولار هي واحده، بغض النظر عن مستوى الحكم او دولته. طلب الزمالك استخدام حكام اجانب طلب مشروع ويحترم ويقدر، لانه كمان الاهلي في توقيت سابق قال ان انا ممكن اطلب حكام اجانب، بيراميدز بينفذ ده وتقال له لا على فكره، وتقال لي سموحه لا، تمام، فاينل كاس اللي فات قال له لا السنه اللي فاتت، والاهلي قال له لا السنه دي. للامانه ايه الفرق؟ نفس اللجنه ونفس المجلس، الظروف هي اللي بتتغير. ايوه السنه دي، لانه بيراميدز الطرف الذي يطلب هو اللي بيتغير، لانه بيراميدز فرض حكايه الاجانب، فاصبح الاتحاد في نوع من الحرج، اي حد عايز يجيب حكام اجانب الغاوي نقط بطاقيته. هنا عايز اتكلم على طاقيته، طاقيته هي المهمه جدا. الاتحاد عايز ينجح المسابقه بلا شك، الانديه بتدور على حقوقها، حق طبيعي ومشروع. النادي اللي عايز يجيب حكام اجانب يدفع الفلوس، وعلى فكره الشروط اللي الاتحاد باعتها للانديه ان كل نادي يقدم طلب بحكام اجانب يرفق معاه شيك الفلوس قبل توقيت، قبل ميعاد كافي، قالوا قبل كده اسبوع، قالوا 10 ايام. ما علينا، الفلوس بتاعه الطاقم البرتغالي اتدفعت امتى مش هنتكلم فيها، لكن انا بتكلم على فلسفه الاستعانه بطاقم اجنبي. اذا كنا عايزين نجيب حكام كويسين نتأكد من خلالهم على تطبيق العدالة بشكل أعمى، ما يتقالش إنه الحكم ده صفر عشان بيجامل الأهلي أو صفر عشان بيساند الزمالك، لا، أنت عايز تروح لواحد مش شايف ألوان، ما يعرفش حاجة عن الأندية المصرية ولا حساباتها، فراح تجيب حكم أجنبي، ده توجه مفهوم. لكن المستوى والشفافية ليه ما يكونوش موجودين كاتحاد كورة؟ أنا بتكلم في منطقة أم العدالة،
قضية التحكيم لازم أن أكون عندي حرص على الشفافية التامة. أقول النادي الأهلي بعت طلب يجيب حكام أجانب ومش من حقه يفرض عليا أجيب له منين؟ لحظة واحدة، أنت قلت كلمة لازم نتوقف برضه عندها. آه. هو اتحاد الكرة لما بيقول اطلب الحكم وارفق الشيك. ده دي من شروط قبول بحث الطلب. أيوه. يعني لا ينبغي إطلاقًا إنك تبحث الطلب إذا كان مش مستوفي الشروط. يعني هل الشيك اتبعت؟ يقولوا لنا الشيك. هي ديت الجزئيه اللي انا بقولها لحضراتكم، الشفافيه، لانك انت في الاول بتنشد العداله المطلقه، ومن الاول هدفك ان انت بتدور على ازاي تاخد حقك بشكل اعمى، فجايب خواجه ببرنيطه محدش هيعترض او محدش هيفكر يتهمه في ذمته. ماشي، بس الشفافيه مطلوبه. تطلع كلجنه حكام تقول انا اللي اخترت الطاقم البرتغالي وانا مسؤول عن اختياري وسبب اختياري للطاقم البرتغالي 1 2 3، وما يثار عن هذا الحكم غلط، حجم خبراته ايه اللي تخليه احسن من حكام مصريين، ايه اللي زكاه، وليه رحت للبرتغال تحديدا؟ لانه الطرف المعني بالامر وهو نادي الزمالك الشقيق المحترم رئيسه طلع قال لك انا عايز بشرط يكون من 4 دول. هل الاتحاد استنفذ محاولاته مع الاتحاد الاسباني والالماني والفرنسي والانجليزي؟ هل ما لقاش في كل دول، او الايطالي؟ هل ما لقاش في كل الاتحادات الاربعه او الخمسه الكبيره اي استجابه او رد؟ يقول احنا كنا بنشوف في توقيتات سابقه قبل لقاءات القمه يطلع رئيس لجنه الحكام يقول لك خطبنا 9 دول، رد علينا فلان بالرفض وفلان بالاعتذار وفلان قال لك انا مشغول وفلان قال لك ممكن ابعت لكم. لما كانوا معنيين انه يفهموك. ليه؟ لانه انت عايز تحترم الراي العام وعايز تروح للمنطقه العادله بشكل مجرد وشفاف. احرص على اظهار الحقيقه. دي مساله بالذات لما يجي حكم يتسبب في جدل يأثر في نتيجة مباراة يتكلم عليها المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ويطلع على تويتر يتحاسبن ويقول لك الحكم كان أنفير بشكل واضح جدا، ويطلع خبراء التحكيم منقسمين ومختلفين أو متفقين بمعنى لا 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 ما انقسموش، متفقين بشكل واضح جدا وغير منقسمين على ضربة جزاء احتسبها الحكم البرتغالي لنادي الزمالك فاز بيها بال3 نقاط. هنشوف الكابتن جمال الغندور في النيل للرياضة. تعال نشوف لعبة ركلة الجزاء، لعبة المباراة. نحلل الصورة اللي قدامنا، ندور على الخطأ زي ما دورنا عليه في اللعبة الأولانية. نشوف، يلا أنا عايزكم تجيبوا لي كل الإعدادات يا جماعة بعد إذنكم. يعني دي الصورة اللي احنا اتفرجنا عليها في الملعب ولا هنا؟ اتفرجنا عليها من التلفزيون. نشوف ايه اللي حصل تاني القريب. اوكي، الكره اتلعبت، اللي لعبها لاعب الزمالك. اوكي، نزلت القدمين على الارض، سقط الاثنين. الاحتمال الوحيد كابتن خالد ان يكون هنا المخالفه بالايد الشمال، الاحتمال الوحيد اللي هي اختفت عننا دلوقتي. اهي الاحتمال الوحيد. هل في شد جذبه من الفانيلا؟ هل في ولا ده؟ انا عايزك تجيب لي، خلينا نتكلم بمنطق. الصوره اللي قدامنا دلوقتي بتقول مخالفه لا بالرجلين خالص، لا مفيش حاجه في الرجل. هل دي في شد؟ طب لو الشد هيقع لورا ولا هيقع لقدام؟ اذا كابتن خالد بالنسبه للصوره اللي قدامنا مفيش مخالفه. ولكن قد يكون هناك، احنا محتاجين في الحاجات دي بقى صوره من ورا الجول. نشوف هنا، بص فين الصوره اختفت عند اللاعب رقم 11. قد يكون في شد. هي هو الاحتمال الوحيد زي انت بتقول يا كابتن جمال، لو موجود الشد يبقى هو ده اللي شافه الحكم. طب هو ده اللي يعني يمكن، هاتها لي تاني ونقف كده. اللي خلى خالد ياخد لحظه لورا شويه. ما انا عايز اقول لك مفيش بالنسبه لي صوره. صح. الصوره صح. اللي تاكد لي الكلام. بص الحكم فين؟ لا يمكن باي حال من الاحوال الراجل في المكان ده يشوفها. صح. انت عارف احنا نعمل سبورت لقرار الحكم لو هو عمل اللي عليه. صح.
لو عمل اللي عليه وراح وفتح زاويه رؤيه وشاف، قول لي الحكم من هنا كمل بقى من هنا هيوصل لفين وقت ارتكاب المخالفه، هيوصل لفين؟ والله لو سوبرمان ما هيقدر يشوف. وحسب ركله الجزاء على اساس ايه؟ الصوره اللي قدامنا كابتن خالد بتقول ان مفيش خطا، ان مفيش مخالفه. صح. بص انا المعني باللقطه ان الحكم على بعد 60 ياردة من الحدث. يعني لو يجري معانا نضاره معظمه احتمال يشوفه، انما هو بيجري وقدامه بشكل متقاطع طولي معاه لعيبه وبعدين شاف مين الرجل عرقله التاني، المفاجاه ان رجل اللاعب الفاول على لاعب الزمالك هو اللي داس على رجل المدافع زي ما هتشوفها بعد كده. دي بالمناسبه كانت ضربه الجزاء العشره زي ما قلنا للمهندس عدلي من شويه. الزمالك الاكثر حصولا على ضربات الجزاء، عنده 10 ضربات جزاء. انا جالي الخلط من نقطه اقول لك جالي الخلط منين؟ ان محمود علاء لما قالوا هدف الدوري ب 11 جون هو كان ساعتها اظن شيء 8 ضربات جزاء بعد كده اتحسب كذا ضربه جزاء. ايوه. الزمالك خد 10 ضربات جزاء السنه دي، المركز الثاني المصري ودجله والحدود كل نادي منهم عنده 8 ضربات جزاء. الاهلي الموصوف بمسانده الحكام عنده 4 ضربات جزاء فقط، متساوي فيها مع النجوم وبيراميدز في المركز العاشر ب4 ضربات جزاء فقط. ده الحلال والحرام. هنشوف الكابتن احمد الشناوي عن نفس الضربه اللي احتسبها الحكم البرتغالي اللي كان بينه وبين الخطا تقريبا اكتر من فدان. نشوف. نيجي بعد كده طبعا كابتن حازم مبسوط للعبه دي. هنشوف بقى هنا ركله الجزاء. فين انت يا كابتن؟ ركله الجزاء طبعا هنا هنشوف لاعب الزمالك، لاعب الزمالك. خلينا نتكلم في حاجه، هناك فرق بين الالتحام على كره القدم دائما وابدا بالاقدام، ففي قوه ولكن قوه مطلوبه مش زايده. هنا لاعب الزمالك هتبص تلاقيه يا دوبك بيفتح رجله للاخر عايز يلعب الكوره اهو. بصوا اهو انا عامل ايه، بص عايز يلعب الكوره بس رجله الثانيه في الاخر اهي ورا، يعني هو بيفتح عايز يزق الكوره فقط، ما عندوش حاجه تاني. وبعد كده من الدفعه دي كلها بتلاقيه بيروح يلتحم شيء طبيعي مع لاعب سموحه، وبالتالي هنا المخالفة في ان يكون هناك اعاقة او عرقلة من لاعب سموحة مش موجودة، ودي التحامات طبيعية جدا داخل منطقة الجزاء لا يعاقب عليها القانون، وبالتالي ركلة الجزاء مش موجودة والقرار غير صحيح. بس هو وصل الكرة الاول يا كابتن، يعني وصل الكرة. وماله هو عشان ما هو وصل الكرة لعبها، هو عايز يلعب يزقها بس، كان عنده فرصة. يعني سؤال، يعني لو نفترض انعكسنا، سموحة ده مهاجم والمدافع لاعب الزمالك وزق الكوره كده هتبقى ركله جزاء؟ طب والشد من ورا عشان مفيش شد ولا فيش ولا جا جنب ولا مسوش ارجع باك سنه لا شد الفانيلا ما جاش مفيش شد ولا في اي حاجه. ده الكابتن الشناوي. على فكره الملحوظه اللي قالها الكابتن حازم امام وابو العلا بيقولوا له طب والشد اللي من ورا، هو حاول الكابتن خالد لطيف برضه في استوديو النيل الرياضه يقول ان في شده، يقول للكابتن جمال غندور طب وشد؟ قال له طب وبالله عليك اللي هيتشد من ورا يقع لقدام؟ يعني اذا كنت انت عايز تقول لي اتشد من فانيلا من ورا، طب يقع لورا ولا يقع لقدام؟ الخطا مش موجود والاتفاق واضح جدا. هنشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف في القناه الاولى كان رايه فيها ايه. وهي حاله ركله الجزاء. طبعا اولا الصفاره طلعت متاخرا، عايز اللعبه بس دي من البدايه بس، ونقف هنا نقف هنا. طبعا الحكم ما عندوش اي قراءه للعب، المفترض ان هو كان يبدا يتحرك من بدري شويه عشان يقرب المسافه دي. احنا النهارده بنتكلم في مسافه مش اقل من 35 يارده بينه وبين الراجل اللي هتروح له الكوره، فهو كان من بدري شويه لازم يكون بيتحرك. نمشي بقى ونشوف الحاله ايه اللي حصل فيها، ونشوف هو اقرب مكان ممكن يكون وصل له هو فين. طبعا كل ده هو مش ظاهر معانا خالص، بعيده قوي عنه. تمام، تصدق بعيد جدا، عند نص الملعب. بعد نص الملعب اكيد هو هيكون عدى نص الملعب، بس انا عايز بقى نقف هنا. طبعا في تنافس ما بين الاثنين المدافع والمهاجم، هنشوف الاول مين اللي وصل للكره.
بس الابيض هو اللي لعب. تمام. في اي تلامس ما بين الرجل والرجل او قدم والقدم؟ مفيش. خلاص الكره بدات ان هي تخرج. نمشي بقى كمان شويه بس ونقف هنا اهو. الايد اهي دي بقى اللي انا شفتها في الصوره. الكره اتلعبت اهي نفس. بص يا كابتن. تمام. شايف الايد؟ لا لا ما ارجع تاني يا وليد. ايوه بص الايد بتاع لاعب سموحه. تمام. ورجل خالد بوطيب ما بين رجلين لاعب سموحه. هو ده وضع طبيعي بعد الكره ما اتلعبت. ماشي. يعني ده هنقول هو احتكاك طبيعي. هو لاعب سموحه ما لمس الكره صح؟ ولكن بالظبط كده. ولكن الايد ده مش احتكاك طبيعي. تمام. في مسك. في مسك. طب المسك ده يعمل حاجه من الاثنين. يا اما هيبقى في شد فانا هرجع المهاجم ده لورا. بص اهي يا كابتن. يا اما هيكون انا معاك. يا اما هيكون في مسك فانا هنزله مكانه. ولكن اللي حصل ايه؟ ان هما الاثنين كملوا التحام مع بعضهم وفي الاخر الكوره مشيت. فبالتالي ده التحام طبيعي بعد الكوره. انا ما شايف فيه اي مخالفه. ده مش شد. انت مش مع احتساب ضربه الجزاء؟ لا لا خالص. مش عارف انا مختلف معاك شويه في الحته دي مش عارف ليه. بص هي انت عارف هي المشكله فين فيها كريم؟ في حاجه واحده بس. ان احنا عندنا معيار. المعيار مين لعب الكوره؟ اللي لعب الكوره المهاجم. ولكن هل المدافع وصل لقدم او جسم المهاجم؟ ده ما حصلش. اللي حصل ايه؟ ان هو خلاص اخر حركته انتهت. طبيعي بعد كده هو هيكمل بيت حركته. وبعدين الطبيعي جدا ان انا كمهاجم بقى لعبت الكوره باخر حاجه عندي فانا عايز اقف. الوقوف ده مع الاندفاع ده فحصل الاصطدام. ما اقدرش اقول ان الاصطدام ده سبب المدافع. لا. الاصطدام سببه الاثنين. فبالتالي انا مش شايف ان في مخالفه. يعني كان في لقطه يا ريت كنا جبناها برضو. كان الكابتن سمير عثمان وجابوا اللقطه ان اللي داس على يعني ان لا بوطيب دايس على رجل المدافع فعشان كده وقع. فبكل الاحوال يعني كلنا استغربنا والراجل بعيد جدا شاف ايه؟ يعني هو شاف ايه؟ طب هو اللي بيشد الفانيلا ده وبيمسك مش الفانيلا بتتشد في ايدك؟ هي فين؟ شد الهواء. فين دي؟ يعني هو كل بقى يعني التلامس وال اذا كان حد انا مش شايف حتى ان في تلامس حصل. ما علينا. يعني هو الماتش خلص 1-0 بضربه جزاء حلال. رجعت الزمالك بانفراد نقطتين. هو الزمالك في كل حال كان يترتب في الجدول حتى لو خلص الماتش تعادل لان فارق الاهداف معاه. خلاصه الكلام ده انه اتحاد الكوره او لجنه الحكام شيء من الشفافيه واعلان الشروط عشان تبقى المساله الوقت اللي جاي صعب يا جماعه اللي بيختار. والنبي عشان خاطرهم هم بس الوقت الجاي صعب قوي. خلينا نتكلم كلنا بشفافيه ووضوح بقى. ومش معقوله كل ماتش فيه لك 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 قبليه وبعديه. صحيح. ده يعني الدوري على قد جماله على قد ما هو دوري متوتر. صحيح.